السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا من جديد. مع حنونة اليوم ان شاء الله تشوفوا معايا طريقة تحضير تحلية البسكوي بدون فلان او نشا، تحلية اقتصادية بثلاث مكونات فقط وبطريقة سهلة. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. ما تنساوش لاول مرة كيزور القناة كنقول يشارك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك كل الوصفات الجديدة. بالنسبة لهاد التحلية فالمكونات ديالها بسيطة جدا، كنحتاج نصف لتر حليب، وكذلك كنحتاج البسكوي. بالنسبة لهاد البسكوي البنات فانا كنشريه يعني بثمن يعني مناسب اللي هو 5 درهم، معروف باسم ماريا. يمكن لكم تستعملوا اي بسكوي اخر بدون الشوكولات. وكذلك كنحتاج ياغورت بنكهة الكراميل. نبداو بطريقة التحضير. كنبداو اولا كناخد 9 قطع ديال البسكوي وغادي نطحنها. بالنسبة لهاد البسكوي فهو فيه 32 قطعة، خديت غير 9 واحتفظت بالباقي. غادي نطحنهم جيدا. صافي، هنا بعد ما طحنت البسكوي او وجدت الطبقه الاولى من التحليه فانا كناخذو كنفرشو في الكويسات اللي غادي نقدم فيهم التحليه. بالنسبه للبسكوي يعني اللي متوفرات عنده طحانه يعني ياخذ غير مدلك ويدقه هكايا في شي بلاستيك غذائي، هكا كيكون البسكوي يعني كيكون واجد يعني مدقوق. كنبقى مستمره كنفرش البسكوي بهذه الطريقه حتى كنتهي الكويسات اللي غادي نقدم فيهم التحليه. صافي، هنا كما كتلاحظوا وضعت البسكوي كيجي بهذا الشكل. الان غندوزو باش نوجدو الطبقه الثانيه. اما بالنسبه للطبقه الثانيه فانا كناخذ كسرونه وغادي نوضع فيها البسكوي المتبقي اللي هو 17 قطعه. كما قلت لكم يعني البسكوي فيه 32 قطعه، كناخذ 9 القطع كنطحنها و6 كنخليهم للتزيين، و17 قطعه فانا كنوضعها في هنا في الكسرونه، وغادي نضيف اليها نصف لتر حليب. بالنسبه لهذا البسكوي فهو متوفر، غير سولوا لي يعني متوفر في كاع المحلات وكيجي من الاحسن في هذه التحليه. صافي، هنا كنطحن الكل جيدا. بالنسبه للسكر فانا ما وضعتوش في هذه التحليه، بالنسبه للبسكوي راه حلو يعني ما كاينلاش نضيف السكر، وكيبقى يعني هذاك الشيء اختياري على حسب الذوق اللي بغى يزيد السكر. غادي نطحن هنا الكل جيدا حتى يعني ما تبقى عندي حتى بسكوي في الحليب. صافي، هنا بعد ما طحنت الكل جيدا حتى ما كيبقى يبان ليا حتى بسكوي في الحليب، غادي نوضع الخليط فوق النار. صافي، هنا بعد ما وضعته في النار فانا كنستمر في التحريك حتى كيبدا العقاد ليا الخليط. هنا البنات الخليط ديالي كيكون واجد، كيصبح عاقد على هذا الشكل. صافي، هنايا راه الخليط وجد، كنحيدو من فوق النار وغادي نضيف عليه ياغورت بنكهة الكراميل وغادي نخلطهم جيدا. بالنسبة للبنات اللي ما بغاش يوضع ياغورت بنكهة الكراميل يوضع ساشيت او فلان بنكهة الكراميل، انما يوضعو في الاول ملي يبدا يطحن البسكوي. كما كتلاحظوا هنا بعد ما وضعت ياغورت بنكهة الكراميل غادي نخلط الكل جيدا وغادي نوضعو فوق الطبقة الأولى. هنا بعد ما خلط جيدا فأنا كناخد الكويسات اللي وضع فيهم الطبقة الأولى اللي هي البسكوي مطحون وكنوضع فيهم الخليط. صافي، من بعد فأنا غادي نزينهم. بالنسبة للتزيين فهو كيبقى اختياري على حسب الذوق دائما. هنا كنجيب القطع ديال البسكوي اللي يعني سبق لي قلت لكم باللي راه خليتها، غادي نزين بها او كنوضعها الفوق للتزيين، والتزيين يعني كيبقى اختياري على حسب الذوق. صافي، هنا غادي نخلي التحليه حتى كتماسك او كتبرد ونتلاقاو ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال تحليه البسكوي، التحليه اللي كتجي لذيذه بزاف وكما شو يعني سهله التحضير وما كتاخذش معكم الوقت بزاف، والمكونات بسيط.
دائما وعدتكم كنشارك معكم الوصفات الاقتصادية والسهلة، كنتمناها تنال الاعجاب ديالكم، وكونوا اكيدين غادي تعجبكم ان شاء الله حيت كتجي لذيذة بزاف. كنقول لكم وصلنا لنهاية الفيديو، قبل ما نودعكم كنقول لكم اللي اول مرة كيزور القناة شارك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك الوصفات الجديدة، ومرحبا بالجميع.